شيخ خليفة متر المخيي، شيخ بلد سفلاك، كنت رقيب مجند بقوات الصاعقة، وعملت عمليات كثيرة في قوات الصاعقة المصرية، وحصلت على أنواط وعلى أوسمة من رئيس جمال عبد الناصر ومن رئيس السادات، وكنت في الجيش الثاني في دبابة فؤاد عزيز، والأسير اللي أنا أسرته ساوم وعاوز يدفع 3 مليون اللي أخذهم من إسرائيل في أثناء العبور به في المية، فرفضت هذا الكلام وسلمت للقوات المصرية، والحمد لله وصل فعلا مصر وعاش في مصر حتى إن حصلت حرب أكتوبر وانتصرنا، وتبادلت به القوات المصرية مع إسرائيل بأكثر من 8000 بني آدم وعسكري و13 مليون دولار في الرجوع للأسير دهوة اللي أنا جبته. طبعا كان معايا سيادة الملازم عبد الحميد خليفة قائد العملية، والملازم محمد أحمد التميمي كان قائد برضه في العملية، ومعايا أفراد كانوا محترمين. عملية السبت الحزين كنا 12 راجل، 10 جنود وصف واثنين ضباط. الضباط حاليا اللي هو عبد الحميد خليفة كان ملازم، واللي هو محمد أحمد التميمي كان ملازم، وحصل ان بيجي بسبع ثمان عربيات، فحصل ان المره دي جايب بقول كبير اكثر من 30 40 دبابه وعربيه، فصدت الأم بالانسحاب، فاترجينا القاده ان احنا ما ننسحبش، وبدانا في 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 اماكننا، فسمحوا لنا بالقتال، وفعلا اشتبكنا مع العدو ودمرنا قواته بالكامل، وبعد كده أسرنا قائد العملية القول جنرال، وعبرنا به إلى مصر، والحمد لله رب العالمين، ونجحنا إن احنا نقدر نوصل إلى الشط الغربي. رسالة مني لكل الشعب، لكل من يشكك في القوات المصرية. القوات المصرية منذ فجر التاريخ، من عهد الفراعنة، من عهد الدولة القبطية، من عهد الدولة الإسلامية، دائما الجيش تبع الشعب ومن الشعب، واللي في جيشهم أولادنا وإخواتنا وأبناتنا. فيا شعب مصر، خلي بالك أنت مراقب من دول كثيرة زي إسرائيل وزي زي زي أمريكا، على شك في معلوماتك، وبيصدروا لك المخدرات، وبيصدروا لك الإلكترونيات والنت والفيسبوك، وبيشكوا في قدراتك، عاوزين يدمروك. فخلي بالك وتلاحم مع الجيش المصري، لأن ده جيشك وأنت الشعب والجيش واحد. فخلوا بالكم من الإشاعات ومن خطر الإشاعات، وخليكم مع الجيش اللي حاليا بيبذل أقصى جهد معاه على أساس يساعد البلد في بناء، في تعليم، في مدارس، في صحة، في مأكل، في مشرب. فكونوا أمناء مع نفسكم ومع بلدكم.